السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، قولوا يا رب وابتسموا. درسنا اليوم بيحكي عن ما هي الأماكن التي يأخذها الفعل في اللغة الإنجليزية في عالم الاشتقاقات. الفعل له 4 أماكن، تعال نحكيهم شوي شوي. شو هاي؟ to, do, models, you. يلا عدوهم. to, do, models, you. عدوهم. to, do, models, you. مرة أخيرة. to do models you. تعال نعرف شو يعني to do models you. التو دايما بعديها verb، ماشي؟ لكن تذكر في قاعدة اسمها قاعدة to do. شو اسمها؟ to do. شو يعني to do؟ التو او واحدة verb، التو دبل او بعديها adjective. خلصت منها؟ التو بعديها verb، التو او واحدة بعديها verb، دبل او adjective. adjective يعني صفة. الآن شو الحالة الثانية؟ أخذنا التو. الحالة الثانية الدو. الدو بعديها verb. راح تصن فيه تقول لي شو هم الدو؟ بقول لك الدو do, does, or did، اللي هم don't, doesn't, didn't. عدوهم يلا. don't, doesn't, didn't. شو بعديهم؟ بعديهم verb. نعيد. التو بعديها verb، الدو اللي هم don't, doesn't, didn't بعديهم verb. حالة رقم 3 اللي هي المودلز، بعديهم verb. راح تصن فيه تقول لي ما هي المودلز باللغة الإنجليزية؟ بقول لك يلا نحكيهم مع بعض. كانوا كود ويل وود. عيد. كانوا كود ويل وود. عيد. كانوا كود ويل وود. شل وشد. عيد. كانوا كود ويل وود. شل وشد. اللي فيهم حرف الام، مي، مايت، ماست. يلا نعيد مع بعض. كانوا كود ويل وود. شل وشد. مي. might must. هدول كلهم شو بعديهم؟ verb. حتى لو كانوا منفية. شو يعني منفية؟ يعني لو أعطاني can't بعديها verb، لأنه الاشتقاق لا يتأثر بالنفي. آخر إشي اللي هي اليو. اليو شو بعديها؟ verb. راح تقول لي شو هو يعني اليو باللغة الإنجليزية؟ بقول لك اليو يعني الفاعل. الفاعل بالإنجليزي يا إما اسم أو ضمير. اسم مثل عرفات، teacher، دكتور، نور. ضمير هي شيء it. شو بعديهم؟ verb. وتذكر إذا عندي اسم أو ضمير وبعد الفراغ في فيرب، الحل الواي. لكن إذا في اسم أو ضمير وإذا كان بعد الفراغ ما في فيرب، معناته الحل فيرب. نعيد مرة أخيرة يلا. to do models you. to verb. to to. to أو واحدة verb. to تيتين أو يتين adjective. الدو شو هم؟ don't to doesn't to didn't بعدهم verb. المودلز يلا. كانوا كود ويلو وود. شلو شد. ومي ومايت وماست. اليو يعني فيرب. شو يعني اليو؟ الاسم والضمير بعدهم فيرب. الآن بدنا نيجي لحل بعض الجمل الوزارية. اطلع علي. شوفوا هذا المثال. Before an exam you must. معطيني must. اطلع على الخيارات. كيف ميزنا أنه سؤال الاشتقاقات؟ اطلع على آخر الكلمات تختلف. مدام أواخر الكلمات تختلف معناته هذا سؤال الاشتقاقات. الأيون اسم والأبل صفة والآي اس اي فعل والآي ان جي صفة. شو معطيني must؟ القاعدة شو بتقول؟ هيها الماست. هون 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 الماست من المودلز وبعد المودلز فيرب، فالحل كلمة ريفايز. تمام؟ تحكي لي تمام. شوف الجملة الثانية. the efforts إلى آخره. عندي didn't. نتطلع على الكلمات، اختلفت الأواخر معناته اشتقاقات. نتطلع الواي تعتبر ظرف. شطبنا الواي هاي successful صفة وهاي اسم وهاي فعل. شو عندي didn't؟ اطلع علي القاعدة هون. الدو اللي هم don't و doesn't و didn't شو بعديهم؟ بعديهم فيرب، فالحل اللي هو الـ A. تمام؟ قولوا يا رب ابتسموا وقولوا يا رب